ولمتابعة نفس الموضوع معنا عبر ساتلايت من الكويت المحلل السياسي والعسكري العقيد الدكتور فهد الشليمي. دكتور فهد، يعني بعد التحية، ما كشفه بيان وزارة الداخلية يوضح وبجلاء السعي المستمر من قبل النظام القطري لزعزعة أمن البحرين وكذلك دول المنطقة. من وجهة نظرك، يعني كيف يمكن وضع حد للممارسات القطرية العبثية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ترى كنت في البحرين الأحد اللي فات، ما شاء الله أمان وهدوء ونهضة عمرانية وأسلم اجتماعي، وافترينا في كل مكان، فنهنيكم إن شاء الله. يعني هذه الأخبار اللي ينقلونها عن أوضاع البحرين، أنا كنت في البحرين، كلام السيء عن البحرين غير صحيح. البحرين بلد فيه رجال وفيه نساء ما شاء الله عليهم، وفي قيادة منفتحة وطيبة، بالتالي نهنيكم صراحة على هالإنجازات وعلى القيادة اللي ابتسامتها تشرح الخاطر. نعم، احنا تعودنا على الأخبار. أنا أنصح الأخوة والأخوات اللي في البحرين اللي متضايقين من بعض التغريدات، أقولهم ارجعوا لتغريدات 2012 وشوفوا نفس المغردين اللي يظهرون الآن في الجزيرة شنو كانوا يتكلمون ضد الكويت. الكويت فيها ثورة، الكويت فيها انقلاب، أمير الكويت يقمع المواطنين، الحكومة الكويتية ظالمة، كله كذب. الآن نفس الجوقة هذه اللي تغرد في تويتر هي الآن تمدح الكويت، والكويت هي البلد الكويس، وأمير الكويت أمير الإنسانية. بس هذا يلغي مصداقيتها. النقطة الثانية، أنتوا في البحرين عليكم تهديد. إذا كنتوا فاكرين أن أنتوا ما عليكم تهديد فأنتوا غلطانين. أنتوا عليكم تهديد، عليكم تهديد من إيران وأذنابها، وقفتوا لهم وقفة، وقفتوا إيران عند حدها. عليكم تهديد من بعض الجماعات الإرهابية، عليكم تهديد من محاولة إثارة الفوضى داخل مملكة البحرين. كل هذه تهديدات، فبالتالي لازم الشعب البحريني يعلم تماما أن عليه تهديد، وأن في ناس تريد أن تضرب السلم والأمن الاجتماعيين. منين يدخلون عليها؟ يدخلون عليها في حكاية الطائفية أو في حكاية الدخل العام، يبدون يهيجون الناس. أنا أعتقد الخطوات اللي سوتها الحكومة البحرينية ترى خطوات رائعة. لا تظن أنت كمواطن بحريني أن قادتك الحقيقة، وأنا مو أجاملهم، لكن أنا أعرف هذا الكلام بالضبط. نعم، إن ما هم يتعبون أو يحاولون يطورون كل الإمكانيات. النقطة الثالثة، يعني في مقردين كنت أقرأ لهم، وبالذات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الواتس، اللي كانوا ينوروننا في البحرين، وينهم؟ أنا شفتهم اختفوا، مع أن كانوا وطنيين وممتازين. أنا أطالبهم منهم يطلعون ويردون على هذه الأكاذيب اللي تأتي من الخارج. نعم، يعني دكتور، النظام القطري يسعى إلى ضرب العلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بالأشقاء في المنطقة كما ذكر البيان. يعني كيف ترى تلك الممارسات المسيئة من قطر؟ والله شوف، البحرين بلد قديم، بلد تاريخي قديم. البحرين في 1948 كان لكم ناس تحارب فلسطين. 1948 كان في مواطنين بحرينيين داشين عمليات حرب تحرير فلسطين. لذلك الثقافة أيضا، حتى الشعب البحريني شعب مثقف من 1920، يعني ناس فاهمة. أنا أعتقد هذا جزء من الاستهداف، وأعتقد أن المواطن البحريني ما راح يضحكون عليه الحقيقة في حكاية الطائفية أو في حكاية الإشاعات الأخرى إطلاقا. لكن نأمل أنهم لا يكررون هذه أو يعيدون هذه التويترات. خير وسيلة لمكافحة الإشاعة هو قبرها، لا ترددها ولا تنشرها، واستمع إلى الأخبار الرئيسية أو أخبار الحكومة أو الناس الموثوقين فيهم. أيضا على جهات الإعلام، وبرافو عليكم تلفزيون البحرين ووزارة الداخلية، أظهرتوا بيان، بينتوا للناس كلها، وجينا نتحدث ونحلل هذا البيان. هذه أيضا من الإجراءات الإيجابية لمكافحة الإشاعات والأكاذيب. أما بالنسبة للمغردين اللي سواء كانوا يعني في قطر، أو ترى على فكرة في ماليزيا أو في تركيا، هذه كلها يعني معروفة العملية، هذه محطات وتستهدف. فأنا أعتقد مواطنينا الآن لا يشاهدون لا قنواتهم، القنوات اللي هم يطلعون فيها، ولا يستمعون إلى تغريداتهم. البحريني مواطن ذكي، والمواطنة نعم. البحرينية ما هم يعني عارفين كل شيء، فأعتقد أنتم بالسيف سايد، يعني وإن كان بيان الداخلية هو للتوضيح
ولوجود انتخابات، لأن الانتخابات يكون فيها قالوا قيل انتخابات قادمة، فهو للتوضيح وتبيان الأمور. نعم، من الكويت المحلل السياسي والعسكري العقيد الدكتور فهد الشليمي، شكرا جزيلا لك.